السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد. حاليا كتواجدوا واد أورير. أورير اش غادي نقول لكم؟ جا حدا أكادير. ملي كدوزوا لأكادير غادين لصويرة، طريق ديال صويرة فاش كتواجد أورير. ولكن جينا هاد الواد كما كتشوفوا مع الأسف ما كاينش الفيضان لا حتى حاجة. بزاف ديال الشتاء اللي دازت البارح، هنا السبت والحد دازت بزاف ديال الشتاء، اليوم ما كاينش الشتاء. اللي عليكم هو تبعوا هذا الفيديو من البداية حتى النهاية، اشتركوا في القناة ديالي، تفعيل الجرس، ساعدونا باش نوصلوا القناة 300K. هذا هو واد أورير. هذا الواد تبارك الله في المستوى، ملي كيجيب الماء كيكون الاتجاه ديالو، عفوا ملي كيجيب الماء كتكون المساحة ديالو من هذيك الاتجاه طلع هذه البلاصة. هذا هو واد أورير، أكبر واد. ها شوف اخوتي، شوف واد أورير، وهذاك الجبل اللي كتشاهدوا معنا تما ملي كتكون العاصفه رعديه كيوصل هنا الفيضان. ولكن مع الاسف اخوتي الفيضان ما كاينش هذه البلاصه كما كتشوفوا. هذا هو أورير، واد أورير. القنطره ها هي كما كتشوفوها، هذه هي القنطره ديال أورير. ولكن مع الاسف الفيضان ما كاينش، امطار غزيره اللي دازت البارح هنا قويه كثيره تبارك الله، ولكن الواد ما وصلش هنا. يقدر يكون الواد جا ولكن ما وصلش هذه البلاصه، يقدر يكون واصل أورير في الفوق تما ولكن هنا ما وصلوش. المهم هذا هو واد أورير، نتمنوا ان شاء الله تكون امطار غزيره وفيضان، ومن بعد نجيو نصوروا لكم هذا الواد اللي كبير. هذا الواد زوين حتى هو، ولكن كما شفتوا الواد ديال واد سوس، كما شفتوا دابا هذا الواد ديال أورير، هذا الشيء كامل ان شاء الله ملي تكون الفيضان نجيو نصوروا لكم اللحظه فاش جا الواد. دابا هذا الواد يقدر يجيب الفيضان ولكن ما وصلش هنا، يقدر يكون وصل ديك الاتجاه تما. كانت امطار غزيره، امطار غزيره اللي دازت البارح في اكادير، مدينه اكادير. اش غادي نقول لكم؟ السبت من العشيه، العشيه ديال البارح حتى هي في الليل ديال البارح، اذا مده طويله كانت العاصفه رعديه. ولكن كما كتشوفوا النتيجه كتبان لكم، الواد ما جاب ولا حاجه. المهم حنا جينا باش نصوروا لكم هاد الواد، حيت هاد الواد ديال أورير. هاد الواد صحابني انا نلقى فيه الماء، ولكن مع الاسف ما جابش الماء، ما جابش الفيضان. كاين من بعد الاوديه كيجيبوا الفيضان، يقدر دابا نقولوا النوحي ديال اكادير يقدر شي بلاصه تكون فيها الفيضان، ولكن هنا ما وصلش. هاد الواد خصو الدعم، بزاف ديال الامطار غزيره، خص تنزل عاصفه رعديه قويه من بعد كيكون هاد الواد فيه الفيضان. واخا تعطلنا دابا المغرب اخوتي، ولكن ما عليش ماشي مشكل، الطوموبيل بلاصتها في الاتجاه، وجيت لكم نزلت للواد كما قاعدتي. حنا كنحاولوا ديما نبارطاجي معكم، وهذا الشيء اللي شفتوا دابا ملي تكون العاصفه رعديه هنا غادي نجيو نصوروا لكم واد أورير. هذه هي القنطره ديال أورير، هذه قنطره من هذا الاتجاه كتدي للتغازوت، كتدي طريق الصويره، وهنا الواد. مع الاسف داك الشيء اللي بغينا حنا ما لقيناهش هنا. اش دير؟ مع الاسف. وهذا جبل ديال أورير، وهنا فيه ديروا بزاف هذه البلاصه عندكم، ورا داك الجبل اللي كتشوفوا تما فيه المنازل، وهذه البلاصه الطريق ديال باراديس إيموزار، الطريق ديال تدرت العليا من هنا في هذيك المكان. المهم نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الشيء اللي بارطاجينا معكم. لاباس الكاليتي مزيانه، حيت دابا صافي ودن المغرب بدا الحال كيظلم، ونتمنى نكمل لكم 10 دقائق في هذا المكان اللي زوين بزاف. هذا هو واد أورير، ما كرهناش نطلعوا لكم للفوق، حيت بزاف هو عزيز عليه يمشي مع الواد حتى الفوق بدا يصور لكم، ولكن الوقت اخوتي ما كتكفيناش مع الاسف. غادي نحاولوا نصوروا لكم 10 دقائق هنا، وغادي نزيدوا بحالنا باش نديروا لكم مونتاج، باش غدا ان شاء الله نوجدوا لكم شي فيديو جديد ان شاء الله. النوحي ديال اكادير ولا تفراوت، غادي نمشي لكم اخوتي تفراوت ان شاء الله. هذا هو واد أورير، ولكن الفيضان والو، امطار غزيره اللي دازت البارح
بدون النتيجة. ايوا نتمنى ان شاء الله يكون خير، حيت هاد البلاصة كما قلنا اورير من هاد الاتجاه، هنا كله فيه اورير، هاد الاتجاه فاش كاين اورير، والعاصمة ديال البنان حتى هنا فيه البنان، عندكم البحيرة هنا، عندكم فارم خاص ديال البنان خاص في هاد الواد ديال اورير. حيت هاد البلاصة خوتي ربما فيه عين، ربما فيه الحاسي كما كيقولوا، فيه البنان، بان لي البنان في هاد البلاصة هنا. اذا شي نهار نديرو لكم الجولة خاص في شي فيرما فيها البنان. نتمنى الاعجاب ديالكم، نتمنى البارطاج ديالكم اخوتي. ايوا نتمنى اونطر غزيره تكون. ربما خبركم فيضان في شي بلاصه، علمونا باش نمشيو ونصوروا لكم فيضان. حنا كنديروا المجهود ديالنا، كنحاولوا نبارطاجي معكم اي حاجه جديده. ايوا كما كتشوفوا، مع الاسف ماكراناش اخوتي يكون الفيضان ونبارطاج معكم اي حاجه جديده في هذا الواد. وهذا الواد اخوتي كيدي الشاطئ ايموران، الشاطئ ديال ايموران وديال اورير من هنا، ما بعيدش البحر هنا. ايوا نتمنى ان شاء الله يكون خير. الا كان ربما الفيضان غادي نصور لكم واد سوس، وغادي نصور لكم هذا الواد، ونصور لكم واد خاص في تغازوت. كاينين بعض الاوديه موجودين، الاوديه هنا خص غير امطار غزيره. ملي تكون امطار غزيره غادي نحاولوا نبارطاجي معكم اي حاجه جديده عجبهم الناس. قال لك اسيدي حنا واخا ما كاينش الفيضان عادي. كما كتشوفوا هذا هو واد ديال اورير، بدات الوقت كتظلم. ايوا يكون ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. نتمنوا الاعجاب ديالكم، حيت بلاصيت في الطوموبيل في هذيك الاتجاه. ايوا كما قلت لكم البحيره من هنا. وهذا الواد هنا فاش نزلت ليه، نزلت من هنا بلاصه اللي هي الطوموبيل، ونزلت لكم الواد هنا. هذه البلاصه زوينه، اورير زوين كما قلت لكم. كاين البنان هنا، ها هو هاد الاتجاه، هذه فيرما البحيره. بعض الناس يقولوا لي فيرما، بعض الناس يقولوا لي البحيره. كاين البنان هنا، ها هو الشجره ديال البنان كما كتشوفوا. ايوا نتمنى ان شاء الله يكون خير، نتمنى البارطاج ديالكم اخوتي. حتى حنا كنديروا المجهود باش نشاركوا معكم اي حاجه جديده. شكون البلاصه ديال البنان اخوتي؟ ها هو البنان باين تما. هذه هي القنطره ديال اورير، والسماره فيها الضباب. يقدر تكون الشتاء الليله، باقي ما عرفناش واش غادي تكون الشتاء ولا ما غاديش تكون. نصوروا لكم حدا القنطره. هنا غايبان لكم الواد كله. هو اسيف وورير، قال لي تزرى ماسيف ولكن الفيضان ورجي والو. غير هذيك قال قندرتها غلا، رجعوني تبين والو. اورير كله الوسيف هذا، قال لي تزرى ماسيفات لقا يا وسيف مقور. البلاصه هذا انت تسلمو كان قال لي تقا الوقت اللي لا الفيضان اردي تشكو وسيفه داري لكم البلاصتان، اردي لكم الاتجاه هذا. الدكان يا وي الفيضان غجبلان يا شكيت صغير ويزرى ما سندو القندرطات يا وي الفيضان في البحر. المهم نتمنى الخير، هذا كون يعجب سكرات غافوني الشعماغ باش نبدا نستمر الجديد. وكا البلاصه هذه تتبين اخوتي، البلاصه هذا الوقت اللي لا الفيضان عاتي راه تسرسناشك، راه دناشك غير نصور. لقطة صافي ارض لا لقطة عرفتو. يا وكا اورير انت راتي في الجيج، اللي زداو لنا اورير كلي في الجيج، اللي قالت البلاصة اللي عندنا اللي قيس البنان اورير وانا تي كانتي راك تعجب.
ربي السلامة يا ربي السلامة. غرس هذه شقة، شقة وغرست. ايوا ان شاء الله نتمنى خير هذا الخير. نتمنى تلاقي الفيرما البنان هو تسين تتعين البلاصه انا خدلا. ايوا البلاصه هذا غرس نتا الصوت تمانار تصويره غرس نتا كل ما يران صويره اتري طمز غرس هذا ستا الصوت. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله كران النهار عندك صويره عندك مري. ايوا الطانوبيل غير اللي غيبلاصي بيزلاف نهاتي بيزلاف غير اللي بلاصي اي بلاصي ما سنغيت صافي عرفت توني تواسيف. ايوا هاني الترومبيت اللي قدام نونين تروميت هيا ويدي ها ما درت ما خير بيزلاف. ايوا غير اغل بلاصي غير هذا راه كاين الرسو غادير بيزرف التنات لي راه يدوس لاكو التان عزاز اخلاقو ضروري يدوس لاكو كان لي فما غادير حتى في تين غلاكو والله عرفت من نار خير هذا كل عش تسلمو بانا حتى وفي ار الخدام ار السكريه التام ار الركه التام راه يجهد وخير خير هذا توري ساهل خير هذا قيسي مي كنت وري زرام نصور داسي في نسوس يقانا غتسولو غرس فراوت غاد نصور تا فراوت غاد نصور العين تبوقات غاد كلو نصور الخير ايوا عرفت منا الخير هذا كريش يا سلام يا سلام يا سلام ايوا يكون خير ان شاء الله نتمنى ان شاء الله يكون خير. دابا غادي نشدو التريق ان شاء الله نرجعوا لاكادير باش نديروا لكم المونتاج نتمنى الاعجاب ديالكم راكم عارفين كندير واحد المجهود الله شاد عليا الا فقت مع العشرة حطيت لكم بعض الفيديوهات مشينا لواد سوس ورناه راه تفرجتوا فيه من بعد تغدينا ارتحنا واحد شويه وخرجنا جينا لاورير هانتوما كتشوفوا وصلنا للمغرب وصلت هنا قال الطالب الله اكبر ايوا صورنا داكشي اللي قدرنا عليه ايوا دابا غادي نرجعوا الى اكادير ان شاء الله. اشتركوا في القناه ديالي تفعل الجرس ميدنو اورير ادورتوم سكرات ابوني تشجع معا باش نبدا نستمر الجديد اكل كل يحفظ ربي يمكن ايمازيغي انا كل لونغا افوس خفوس يا الله تهلاو في راسكم بسلامه عليكم.